طيب النهارده ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع حضره وزراء الصحه، الثقافه، الطيران، الماليه، الاثار والسياحه ايضا، وحضرته السفيره مشيره خطاب مرشحه مصر لمنصب المدير العام لمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو، وده للتشاور حول الاجراءات الجاريه لتنفيذ الحمله الخاصه بدعم هذا الترشيح. السفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قال إن رئيس الوزراء أكد على دعم الدولة الكامل لهذا الترشيح. وإحنا معانا دلوقتي السفيرة مشيرة خطاب المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو. سيدة السفيرة مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك، وطبعا نتمنى لك بالتأكيد كلنا التوفيق في هذا الترشيح. عايزين نعرف يعني أهم الخطوات اللي اتكلمتوا فيها النهاردة في الاجتماع سيادة السفيرة. الحقيقة ده مش أول اجتماع مع معالي رئيس الوزراء. أنا اجتمعت معاه قبل كده من أسبوع، وهذا الاجتماع كان بهدف استمرار التشاور بين الوزارات لدعم الحركة اللي متأسفة الحملة من خلال الأنشطة المختلفة للوزارات. وزارة السياحة لها برامج وأنشطة، وزارة الآثار وهلم جرى، وطبعا كان معنا معالي وزير المالية، وزير الصحة. وزير الصحة بيقوم بدور مهم في القوافل الطبية اللي بتسافر أفريقيا، ودي برضو بتعتبر أنشطة دعم للحركة. متأسفة للحملة. الحملة ما فيش مشكلة، تفضل يا فندم. للحملة. فاستعرضنا الأدوار اللي ممكن تقوم بها الوزارات المختلفة لدعم الحملة. وزير الطيران المدني وافق على إن مصر للطيران تبقى الناقل الرسمي لفريق الحملة في جولاتنا المختلفة. هل تم تشكيل الفريق فعلا سيادة السفيرة، فريق الحملة؟ طبعا احنا عندنا فريق شغال، وشغال بقاله فترة. مكون من مين؟ تم تشكيله ازاي؟ هو السفير شوي حضرتك، هو في الحملة في ليها كذا اطار داعم. يعني في اولا اللجنة التنسيقية برئاسة معالي رئيس الوزراء اللي بتضم الوزارات المعنية، ده على المستوى الحكومي. عندنا الهيئة الاستشارية، ده على مستوى المجتمع المدني والخبراء. وعندنا مجموعة أصدقاء المرشح برضو من المجتمع المدني، كتاب ومفكرين وخلافه يعني. فاحنا عندنا كذا إطار لدعم الحمل. كويس. الخطوات اللي جاية مفروض تكون ايه؟ يعني يعني متقسمة ازاي؟ طبعا هي الحملة يعني دلوقتي بنتوجه للعالم لحشد التأييد، بتكون من خلال جولات لطلب التأييد في العواصم المختلفة. هذه الجولات هتصاحبها بعض الأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية، واللي تروج لمصر وثقافة مصر وحضارة مصر، إلى جانب الترويج للمرشح. الحملة أساسا للترويج لمصر من مختلف الجوانب، اقتصادية، ثقافية، سياحية، من كل المجالات، لتشجيع الاستثمار، وفي الوقت نفسه طلب المساندة للمرشح المصري. ممتاز. أنا عايز أعرف هل تم التواصل مع بعض يعني المنظمات الدولية المختلفة، مع التكتلات، مع الدول؟ طبعا تم التواصل مع الدول. الدول هي اللي بتصوت. المنظمات والتكتلات دي ممكن تكون جامعات ضغط، يعني داعمة، مش عايزة أقول جامعات، ممكن تكون داعمة، ولكن هو التصويت أساسا من الدول، من خلال ممثل الدول. إيه الدول اللي نقدر نقول إن هي داعمة للمرشح المصري؟ إحنا خدنا موافقة دعم ومساندة الاتحاد الأفريقي، فدي خطوة عظيمة جدا. خدنا مساندة ودعم دول أخرى، ولكن طبعا ما جراش العرف إن إحنا نعلن ما هي الدول، يعني لأن الدول هي صاحبة الحق إنها أكيد يا فندم هتأيد مين. طيب توقع حضرتك لشكل المنافسة هيكون إزاي وفرصنا بإذن الله؟ إن شاء الله فرصنا كويسة، لأنه مصر داخلة بتقدم جودة.
سواء قوة ثقافية، قوة حضارية، وقوة المرشح من ناحية الخبرات، ويعني إسهام هذه الخبرات في دعم منظمة اليونسكو. تمام، ده اللي احنا داخلين بيه ان شاء الله. انا بتمنى لك التوفيق سيادة السفيرة، واسمح لي اقول لك ان احنا يعني فخورين بيك ان شاء الله، ومتوسمين خير، لان حياتك ليكي باع كبير، سواء في الخارجية، سواء في المجتمع، يعني في الأمومة والطفولة والمرأة. فان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله، وان شاء الله يبقى لنا لقاء باذن الله. ارجو انك يعني تشرفينا ان شاء الله. إن شاء الله يا فندم. شكرا لحضرتك السفيرة مشيرة خطاب، المرشح لمنصب مدير عام اليونسكو، المرشح المصري.